طيب لا انت مش متخيل الموضوع ده كان وحشنا قد ايه. بحلم بقالي 10 ايام بان انا ببدا البدايه دي تاني. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. لا بجد والله انا فعلا فعلا وحشني جدا، وحش ان انا اقعد في المكان ده قوي، بقالي كتير جدا وكنت بقعد بعدي بقى وانا تعبان كده. المهم يعني مش عاوزين نطول في الفيديو، احنا راجعين بقى عاوزين نعمل نرجع بقى بقوه بتاع ده. وحشني قوي والله العظيم. الحيطه التيشيرت ايه يا عم؟ ايه الوجع ده؟ ايه كل الوجع ده؟ فقلت بقى ان انا ابدا بحاجه تقيله، حاجه مناسبه كده، الكامباك العظيم. مش موبايل عادي، مش موبايل ريفيوز طبيعي، لا لا، حاجه مختلفه. الموبايل ده موبايل غريب قوي، موبايل هو مش اغرب حاجه جربتها بصراحه، فيه الفولد والحاجات دي، بس هو كموبايل طبيعي هو موبايل غريب. طبعا احنا عاوزين نفتحه، مفيش اي مقصات، ما بنعملش حساب الموضوع ده تماما. باكج ساده، مفيش فيه اي معلومات، مستحيل تعرف ده ايه. ده ممكن تكون علبه حلويات مثلا. كده باكجينج عظيم، مستحيل تخمن ان ده علبة موبايل. مكتوب هنا ريد ماجيك، وعندك بقى اللي هو مواصفات الموبايل وكده، اكيد مش من كل. وهنا في بقى بص التفاصيل بقى الصغيرة، هنا كاتب لك ايه 5G تمام، وده اللوجو بتاع الموبايل. فلا في تفاصيل صغيرة لو جيت تدرس الباكج ده، ده باكج يدرس بصراحة، مش أي علبة خلاص. حاسس إيه يعني، إيه الإمبريشن بتاعك لما تبص على باكج عامل كده؟ موبايل جيمنج. أنت باين قوي إن أنت فاهم الدنيا وقاري الدنيا. لا لا لا، أنت هو موبايل جيمنج فعلا؟ هو موبايل جيمنج والله العظيم. ما أعرف يا عم، ما تعرفش أنت، راجل قاعد معايا في المكان. اللون فخم، انا مبسوط ان هو جالب اللون الاسود والاحمر ده، لان ايه تاني في العلبه؟ طبعا علبه شيك جدا بصراحه، واكسبيرينس مختلفه عن اي موبايل. كون ان هو موبايل رخيص على فكره، مش غالي قوي زي مثلا حاجه زي الفولد الميت اكس، الجالكسي فولد بيبقى فيهم الحاجات دي، والايفون الذهب برضو، عشان هما غاليين فطبيعي. لكن ده موبايل عادي، سعره منطقي جدا زي الموبايلات عادي. شاحن اسود، تصدق بقيت ابتديت احب الاسود والاحمر، حلو قوي الميكس ده، حلو قوي. سيبك بقى من الكلام ده بقى صاحبي، تعالى سمعني. مده زمنيه برضه. مفيش موبايل في الدنيا شكله كده، الموبايلات طبيعيه. بص يا صاحبي، من الاول كده عاوز ارسيك على الدنيا. الموبايل ده موبايل جيمنج. يعني ايه موبايل جيمنج؟ يعني انت دلوقتي عندك مجموعه من الناس لا يستقل بهم، بتلعب جيمز على موبايل كتير قوي، ممكن يشتري موبايل مخصوص علشان يلعب عليه. تمام، طب فكر فيها كده، ما نعمل موبايل مخصوص للجيمنج، اعمل لك موبايل شكله مناسب للناس اللي بتلعب جيمز، حاجه كده خطوط ومش عارف ايه، ومختلف عن باقي الموبايلات. اعمل لك موبايل فيه مروحه عشان لما تتقل في اللعب عليه يبرد الجهاز ويديك اداء كويس. وبرضه عندك هنا من الجنب حاجه غريبه قوي، وهي تريجرز. فاهم يعني ايه تريجرز؟ شايف دي ودي كده، عشان انت بتلعب يا معلم تبقى قاعد بتعمل كده. تمام، احنا نيجي للشاشه، انا مش عاوز اوريكم الشاشه عشان هنجيلها غير كده. فاكر التريجرز اللي كنا جبناها لبابجي، بتتحط على الموبايل من فوق كده وتلعب بيها؟ حوار غريب قوي ان هي بقت في الموبايل بتاعك خلاص، مش بقى بتضيفها لاي حاجه في الموبايل بتاعك. في الجنب التاني بقى، فانت عندك هنا صعب والله ايه مكان للاكسسوارز اللي بعد كده، فانه تانيه وزرار سويتش لونه احمر جامد قوي ومتخطط كده. الزرار ده هقول لكم بيعمل ايه بعدين.
مش عارف ليه ما بقولوش الوقت يعني، بس بعدين بكل تأكيد تصميم مختلف عن اي موبايل هتشوفه او هتمسكه في حياتك من ناحية البيلد كواليتي. لا او عادي زيه زي باقي الموبايلات، معدن وازاز فقشطة جدا يعني. اكيد بقى اكيد بتحتاج شاشة يعني، الموبايل بتلعب عليه فبتحتاج شاشة عشان تشوف الحاجات وكده. فانت عندك هنا شاشة تكاد تكون عادية جدا، بس هي في الحقيقة عادية جدا، ده نفس الافيه اللي انا عملته على صورة انستجرام بالظبط. عندك شاشة بحافة من تحت شفناها قبل كده كتير جدا، وحافة من فوق مفيش ناتش مفيش هول بانش مفيش اي حاجة مفيش اي ابداع. شاشة شفناها قبل كده من 2018 مثلا. بس المميز في الشاشة دي والحاجة الغريبة بقى الجديدة في عالم الموبايلات بتاعنا، هي ان الشاشة هنا بتيجي بتردد 144 هرتز. 144 هرتز يعني حرفيا الموبايل ده بيعلي على اقوى الموبايلات اللي نزلت في 2020 من جميع الشركات في كل الفئات السعريه بقى لحد 30,000 جنيه عادي. برضه حابب اقول ان الموبايل ده هو الموبايل الوحيد اللي حسيت انه اسرع من موبايلي العظيم الوان بلس 7 برو. تمام، طبعا ده ليه علاقه بالاداء والشاشه، بس مش حاسس ان الفرق بتاع الشاشه فرق ملحوظ قوي. ما اقدرش اقول ان هي مش موجودة وفكسانة، بس هي مش الفرق الحوار بصراحة يعني. حتى تخيل بقى ان الفرق هيبقى بين ال 120 وال 144 ايه الكلام فارغ، ده انا بقارنها بال 90. اعتقد اللعب كله هنا على السوفت وير يعني، الاحساس بتاع السرعة القوي ده من السوفت وير. لا هي فيها هي ملحوظة شوية بصراحة، هو الموبايل بيطير قوي زيادة على اللزوم. طيب خلصنا كل الابهارات والكلام و144 هرتز وتصميم مختلف وكل الكلام ده تمام، بس تعالى بقى صاحبي اقول لك شويه مواصفات كده حرفيا الشركه يعني بتافور. عارف الافوره؟ انا هافور يا جماعه في مساء الخير، انا جاي افور في المواصفات. بص يا سيدي، عندك سناب دراجون 865 اقوى معالج من سناب دراجون في العالم حاليا. عندك 5G شاشه 144 هرتز، تيربو فان المراوح اللي موجوده فيه مع 16 جيجا بايت رام. انت متخيل كميه المواصفات يعني؟ انا مش فاهم ازاي انا الموبايل ده كده موبايل عادي وفيه كل ده. هو كده مش عادي؟ لا لا، موبايل عادي اقصد نفس الهيكل الموبايلات العادية، مش حاجة ضخمة. عايزه مجنح؟ انا بصراحة عاوزه مجنح، مش فاهم بيقولي مجنح. قال لي بقى كل الايه؟ كل المواصفات دي، عاوز العب بقى اجرب تجربة الالعاب اللي بالمناسبة زرار السويتش ده بقى مجرد ما تعمله كده ومدخلك في وضع، اسمع ده مش صوت، ده المراوح. اوكي بص، لا وشوف من ظهره بيعمل ازاي. بيعمل حاجه ايه ده؟ طب ار جي بي؟ لا 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 لا، خطيره قوي دي، اقسم بالله خطيره حوار. ده مجرد انت تعمل زرار السويتش بس يبتدي بقى يفعل لك وضع الجيمينج. قفل لي بقى كل حاجه كده، قفل لي كل الحاجات اللي عندك دي، ركز لي على الالعاب واللعب اللي هو بيلعبها بس. بص يا سيدي، اللي انا فهمته من الوضع ده ان انت لو عملت سوايب من هنا كده بتتحكم في الحاجات اللي الموبايل ده بيضيفها، زي فكره ال 144 هرتز ممكن تتنقل، او الفان تشغل مروحه وتقفلها. اللي قفلت، بص تقدر تعمل بلوك لاي مكالمات تجي لك، تقدر تاخد سكرين شوت، تقدر تعمل سكرين ريكوردينج. بيقول لك هنا الجي بي يو والمعالجات بتاعتك والنت لاقت بكام ميجا. ايه ده بجد؟ تفاصيل، عارف انت بيعيشك في فكره الجيمنج مود فعلا كده. الشاشه 144 هرتز، وعاوزين نخصص موضوع التريجرز ده. هنا انا دلوقتي بكستمايز التريجرز على الحاجات اللي انا عاوزها. هو بيديك هنا حرفين بتحط الحرف على الحاجه اللي انت عاوزه يقوم بيها. انا حطيته هنا على الضرب وحطيته هنا على ايه، على السكوب بس. اوف والله اقسم بالله شكلها هتبقى تجربه جامده قوي. يلا بينا. مش بس عليه
شكرا. لا تجربة تجربة. لسه بس مش واخد عليها يا عم. خلص بقى موت بقى يعني، خلي منظرة حلوة في الفيديو. بص ايه حلوة. لا موت موت، هي مسألة تعود بس، بس هي عملية قوي والتاتش فيها حساس جدا جدا. بص يعني يوم ما نجيب واحد على السلامة، حساسة قوي وصوت الإشعارات رخم قوي. عارف الفكرة في ايه؟ الفكرة ان هو بيسيب لك الشاشة للحركة والحاجات التانية بقى للضرب والفوق، كله كل حاجة فوق، فانت عندك مساحة. مع السلامة. طيب انت هو بصوا يعني عشان اكون صريح، انا مش ملاحظ جمدان قوي في اداء اللعبه. اللعبه ادائها زي على الون بلس 7 برو مش متقارب. انا معلش هنوقف اللعبه كده شويه، نقف جنب. انا الون بلس 7 برو بتاعي بيسخن لدرجه ان حرفيا ما بقدرش. انا فزت اصلا، شوف انا بتكلم مش محتاج العب اصلا. الون بلس 7 برو بتاعي بيسخن. انا يعني بستعمل الموبايل ده للجيمنج وللفرجة على فيديوهات، تمام؟ الموبايل ده بيسخن لدرجة ان انا حرفيا ما اقدرش امسكه، بيلدعني وانا بلعب لفترات طويلة، عشان انا بلعب على اعلى جرافيكس وبلعب على 90 هرتز وبلعب على كل حاجة مركزة. هنا بتقوم بنفس الشيء، بتضغط على الموبايل جدا وبتلعب على اعلى اداء والكلام ده كله، بس عندك مراوح تهوي ما يسخنش قوي، لكن مش معنى كده ان هو هيفضل بارد مدى الحياة. لا هو بيسخن بس مش قوي. عندك كاميرات على فكرة، كاميرات بتاع الموبايل ده هي كاميرات عادية قوي، يعني هي كاميرات عادية ما تتوقعش منها اكتر من يعني صور طبيعية، ما تنافسش اي فلاجشيب خالص زي الاداء بتاعه مثلا. لا لا صور عادية خالص، دايناميك رينج فيها مش حوار، بس هي برضو مش درجة موبايل متوسط، هي اعلى منه بحاجة بسيطة. طيب من وجهة نظري الشخصية، الموبايل ده حاجة مميزة جدا بصراحة. حتى عندك الـ USB-C، عندك الهيدفون جاك ما شالوش، وتصميم مختلف وشاشة خطيرة وأداء جبار، وكل ده الميزة القوية فيه هو السعر. الموبايل ده سعره $600 تقريبا أو حاجة كده غريبة. فأنت لما تيجي تفكر فيها، أنا ليه أشتري فلاجشيب سعره غالي ويمكن يقدم لك مواصفات أقل من كده بكتير جدا؟ طب أنا أشتري موبايل جيمينج وبيقدم مواصفات عاليه، حتى لو مش هستخدمه في الجيمنج، ما هو بيقدم المواصفات العاليه. ده اللي انا بفكر فيه بصراحه الموبايلات دي، فاهم؟ طبعا ده غير فكره ان انت لو بتلعب جيمز ده هيبقى حلم حياتك، دي حاجه على جنب. بس يا سيدي ده كان الموبايل الغريب اللي حاولنا نرجع ونعمل كامباك خطير بيه. انا بصراحه شايف ان ده كامباك خطير. انت مش شايف بقى دي حاجه ترجع؟ احنا لسه بقى لسه في ريفيوز اصلا وحاجات نازله قريب. بس يا سيدي دي كانت كل حاجه بالنسبه للريد ماجيك من شركه زد تي اي. لو عجبكم الفيديو بقى اكيد ما تنسوش تعملوا لايك، بقالي كتير قوي ما قلتش الكلمه دي، واشتركوا في القناه اكيد لو لسه مش مشتركين عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه. بس